الوقت هو مادة الحياة، والوقت هو الجوهرة الثمينة النفيسة التي يحافظ عليها المسلم، وبدون هذه الجوهرة تضيع حياة المسلم ويتشتت فكره وتتدمر معيشته ويصبح إنسانا بلا هوية وبلا هدف. الذين يضيعون من الشباب الأوقات في الإنترنت والكافي شوب والسيبرات وما شابه ذلك، وقتك نفيس يا أخي، وقتك تصنع به مجدا، كيف تعيش وأنت ليس لديك هدف؟ الوقت يضيع منك هكذا دون أن تحدد هدفا واضحا وطريقا تمضي فيه إلى الله سبحانه وتعالى. بيئة المقاهي، بيئة الجلسات، وبيئة الشيشة هي تعلم شبابنا ومجتمعاتنا، تعلمهم الفساد، تعلمهم ربما التقصير، تعلمهم الكثير من الأخلاق والعادات السيئة. حافظ يا أخي على عاداتك وعلى تقاليدك وعلى أخلاقك ودينك من خلال أن تترك كل هذا المجتمع وتهجره إلى مجتمع روضات الإيمان. إن كان لابد من جلوسكم فينبغي أن يكون لهذا الجلوس آداب شرعية أنتم تعرفونها وقد بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإعطاء الطريق حقه وبذل السلام للمارة وغض البصر وكف الأذى، كل هذا من آداب الطريق التي ينبغي أن يعرفها هؤلاء الشباب وهم يجتمعون في مقهى أو في منتدى أو في مكان يجلسون فيه من الأماكن العامة التي ينظر إليهم فيها الناس المارون. أين الساعات الطويلة التي تقضى على هذه المقاهي؟ كيف لو أننا أخذناها واستغللناها في مصنع أو في متجر أو في بناء مجتمع أو في إقامة أسطول أو جيش؟ أو كيف لو أننا ربينا فيها أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وألزمنا أنفسنا بحفظ آيات من القرآن الكريم أو بحفظ أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أليس الأولى بك بدلا من أن تجلس على المقهى لتسمع كلاما بديئا أن تقف مع روضة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أليس الأجمل بك والأحرى والأجمل والأحلى أن تجلس مع سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن تجلس مع إخوانك لتقطع في عرض هذا وذاك وتبدأ بغيبة ونميمة وفحش من القول وبذاءة في اللسان؟ إنك محاسب على هذا كله، أنت محاسب على كل هذه الأشياء وعلى كل هذه الأوقات وكل هذه الأخلاق وكل تلك الألفاظ وكل تلك الخطرات والنظرات التي تخرج من عينيك للمارة والماشية والذاهبة والراجعة، أنت محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى.